صحيتو ليكي كشتيوه ولا جماعه الخير. ولكن نقول لكم بلي هذه هي اغلى كونسول شريتها في حياتي. والله يا شباب غير الذهبيه هذه هي اغلى كونسول شريتها في حياتي. مي شنو خاوتي باش نتفاهموا غير بالعقل؟ لا في لي كونسول القدم تروحوا تقارنوها لينا مع البي اس 5 كانوا سخت سبايدر مان 2. المهم ليكي في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نديروا انبوكسينغ ونزيدوا نجربوا خاوتي انا عمي نزيدوا نجربوا هاد نينتندو 64 جولد اديشن. ركاز بصح نقول لكم حاجه خاوتي والله شتي وراي الله يبارك يا سيدي الله يقوي الخير يا خويا صباحي تاع خاوتي نتوما تاليك تاع عندكم والله الله يقوي الخير. المهم جماعه الخير 60 كارت هذه يا خاوتي بون شوفوا باش نتفاهموا مليح. السيد اللي شريتها عليه بري ليزون خاوتي هو اللي باع لي هذيك الحمراء وانا حاط لكم الرابط تاعو من التحت في الديسكريبشن تاع الباج تاع الفيسبوك تاعو. تسمى كلي خصو لي كونسول ولا يتهلا فيكم خونا سنيك. خاوتي كي جات من اليابان التصويره كانت فري نقيه نحكي لكم على الكرتونه. كي لحقتني هنا خاوتي على بالكم شركه تاع التوصيل تاعنا تيلي وبرك جماعه دات شويه ضرابي هنايا في الكوتي شويه بون هاو الضو شويه هنايا هنا في لي كوتي خاوتي من تحت راكو تعرفوا هنا في لي كوتي. ومن بعد خونا سنيك كي شافني شغل قلقت شويه قال لي خويا رافع راك مع ليزون قال لي والله غير نبعث لك واحد اخرى يسمى راح يبعث لي كرتونه اخرى باذن الله ربي يحفظو على بالي بلي عنده كلمه وندي ثقه كبيره فيه. نعاود نوصيكم خوتي تخصو اي حاجه عنده يليق ليكم. المهم خوتي جاوني معاه هاد الكونسول جاتني معاها ثلاث كاسيطات اللي هما زلدا وكارينا اوف تايم. هادو هما كاسيطات يابانيه خوتي يا جابونيز فيرسيون جابونيز هاي ليك كنشوفو هنايا من الرول مكتوب بالياباني وجاتني معاها. جماعه هادي وشنو ماريو 60 مامو ماريو 64 باسكو انا حيرني كي صوروا لويجي باسكو على بالكم بلي كاسيطات تاع جابان وتاع اوروبا وتاع اليو اس اي ماشي كيف كيف. فوالا هاوليك مامو ماريو 64 دوك نجربوها نزيدو نكونفيرميو. وجاتني معاها جيتو خاوتي هادي والله ما نعرفهاش ما نكذبش عليكم في صغري ما تلاقيتش بها. هاي ليك جماعه هادو ما ثلاث العاب فيرسيون جابان جاب و الكاسيطات اللي شريتهم مع الحمراء مازال ما لحقونيش قلت له خليهم بعقلك قلت له كي تبعث لي كرتونه واحده اخرى تاع الجولد تكون نقيه على هذه يلا كل حد نورمال خاوتي هكا كونسول خلطش في التسعينات جماعه باش نخوكم 2000 يحب تكون محدك وتعرفوا العقليه. هادو مالي نوتيس تاع الالعاب خاوتي هاي ليك تاع جي 2 وهاي ليك تاع الماريو 64 اي من نوتيس انا نقدروا نعرفوا واش من لعبه بصح خلو كي نجربوها خير. ما انا عارف خوتي ما شكيتش ماريو 64 دوك نجربوها ونشوف. وعندنا تاع الزلدا هاد الزلدا زعما اوكارينا اوف تايم هذا كل حل فيها زوج برك فيها اوكارينا اوف تايم ماجوراس ماسك ويبان لي هنا اوكارينا اوف تايم. سينو خوتي تجي معاها ايضا نوتيس تاعها هاي ليك فوالا فوالا وهي كيما الحمراء هاي ليك شبيبه هاي ليك في البوليستيرين تاعها دوريجين كدايا كنت عارفوا العقليه. نبدا بسم الله بالمانيطا تاعها شحال شابه خوتي اللون هذا يا قوه ضاربه تاكدوا لي على الجويستيك خوتي باسكو الديفول كبير تاعهم فيها فوالا جديده جديده كسبا خوتي والله وتقولوا خبشه ما تسعى فيها يا سيدي. عندنا ترانسفور خوتي اللي ما راحش نستعملهم ما راحش نستعملوه دوك حذاري خوتي هاد الترانسفور فيه 100 فولت لا 110 ولا مكتوبه فيه باليابانيه تسماك حذاري زيدوا تفلقوها 64 ثاني تحرقوها. حنا واش نديروا خوتي نجبدو ترونسفو اللي هو خو هذا مي شنو تاع البال تاع 64 بال عندي هنايا طزينا منهم اللي يمشي معاها باذن الله. تسماك هذايا ما نستعملوهش خوتي نحطوه من هنايا بجاه ديجا مام البريزا خلونا من البريزا تقدروا تريقليوها مي ترونسفو ماشي كيف كيف الفولتاج تاعنا وتاعهم. عندنا بيش بيري تاعها خوتي دوريجين نينتاندو ما عندي منهم طشمه على كل حال. وعندنا بيان سور أسطورة الأساطير واللي هي أفضل وأغلى نينتندو 64. والله يا خوتي خلونا من هذوك لي زيديسيون أولترا كوليكتور كيما هذيك اللي تجي من الفوق كحلة ومن تحت من تحت بيضاء. نحكي لكم على اللي تباعوا نورمال خوتي هذه هي والله غير صح خلصتها غالية مي شنو قلت لكم في الريترو خوتي خلصتها والله غير غالية مي تستحق دراهمها تستاهل دراهمها خوتي حبة كيما هذه لازم لي في الكوليكشن جماعة. شو خوتي جديدة جديدة قصبة ما فيهاش كاع هدرة هاي ليك مات ان جابان روحي نقصر بعد شر خوتي طيح ليا زقت عليا هاي ليك ليكيب كتقراو هنايا تلقاو مات ان جابان ممكن تنحوا الاكسبانشن باك هذا يا خوتي كاين العاب يدومونديو تنحيو لها هادية كيما زلدا ماجوراس ماسك كيما دونكي كونغ 64
ودير لها ليكسبونسيون هذا كيما لا عندي في هذيك 64 الزرقه لازم تبرونشيوها هنايا شغل باش تبوستيو الكونسول خاوتي تزيدوا لها فلا بويسونس وشايفين كيفاش. على كل حال الالعاب هذوك ما يمشي لكمش بلا هذا الاكسسوار. المهم خاوتي على بالي بلي كان انبوكسينغ خفيف ظريف ما فيه والو، ولكن دوكاتيك واش نديرو خاوتي؟ واش رايكم انا دوكاتيك نوض نتقعد نروح نبرونشيها في التلفزيون ونعاودو نتلاقاو؟ كايز بون جماعة الخير كيما قلت لكم راني برونشيت لها ترونسفو تاع البال خاوتي. خاوتي ايماجيني وما تمشيش يدك عبالكم بلي والله العظيم غنضربها بلا نطيش روحي من البالكون يا لطيف يا لطيف بعيد الشر. ليكيب على بالكم واش حبيت ندير قبل ما نجربوها؟ حبيت ندير عفسه تاع الهابل خاوتي، حبيت نسيي كاسيطه بال 64 جاب. بون على بالي بلي شكيت تمشي خو ماشي ما شكيتش اوفيسيال ما تمشيش. بسم الله اشتغلت خوتي شعلت بصح طز والله ما تمشيها باينه ما تمشيش جماعه ان شاء الله اعلم. كاين السيستم خوتي باك ادابتاتور لا مش عارف نسيت كنت مبرونشي لهم بكري بزاف هاد الصوالح خوتي. اما دوكا ما نكذبش عليكم صح عليك نبداو بهذه اللي كنت شاك فيها اسكو ماريو 64 لا ماريو تينيس لا مش عارف شنو يبان لي رحت بلا ولا لا تراديسيون. بسم الله يا الله بلا قلبك خوتي على بالكم مانيش حابها كاع تخباش ولا رحتها يوا انت ياسي خوتي انت ياسي ام شتو تاع الجولف ماريو تاع الجولف مانيطا الشابه الله يبارك تاعها خوتي بيتش برنسس بيتش 1999 حكم مليح شباب جماعه شكون اللي ما كانش زايد في هذا الوقت خوتي اللي ما كانش زايد في هذا الوقت يبان في هذا الفيديو على بالي بلي كاين مساغر بزاف يتبعوني بوسطا يا جدك شنو هذا خوتي باليابانيه ديريكت نروح نضرب هذه وخلاص بيتش دي ماريو انا كوبا هذه شغل لي ستاج بالك نروح نضربوا هذه بصح شحال خفيفه انت يا سي خوتي يا 60 هرتز على بالكم ماشي كيما البال 50 هرتز الله اعلم ما نروح نعبز ايه تاع الجولف شبيبه واش نديرو هنا نعبزو طاك طاك عطيتها شفتها في الترو راني بعيد على الترو واقيلا خوتي عم يسبقولي الله عم يسبقولي خوتي لاباس روح تشوف جماعة وين ضربوها نضربوها وراح ترو قبل كاش ما هو بلعب صح شنو نضربوها هنا روح كيف هو نعبزوها شنو هذا الطرر ما عباش انا رايح فيها وانت جماعه هاي بعيده هاي بعيده كاع بعيده كاع خليها منها خليها منها خاطر انا بالي ماريو 64 بصح ولي كان مصور انا من قبل ما شفتوش راه مصور رافد هذوك تاع الجولف انا برك ما بانيش جماعه الخير دوكا نجربوا افضل لعبه في التاريخ بالنسبه ليا خوتي واللعبه هذه عزيزه عليا بالبزاف اللي هي زلدا اوكارينا اوف تايم راح تشوف هذه بلا ما نسفو بسم الله بسم الله يا ربي ايوا كي خو اقسم بالله غير افضل لعبه بدون منازع بالنسبه لي يا جماعه على بالكم بلي هذه هي اول لعبه ختمتها 100% في حياتي بكري ما كاش كاع وين تشوفوا يوتيوب كدا ما دوكا ما نشوفش انا خوتي يا باسكو مي واش جماعه 1998 يا خاك كنت نقرا في البريمير هذاك اللي ختمته الله كنت نقرا في البريمير فيها سوف كارد وكاع جماعه بون ديرو سوف كارد الاولى شحال عنده 6 قلوب بصح مازالو لينك صغير هكذا باسكو من بعد يكبر 6 قلوب نورمالمون مازالو صغير مازالو لا لا كبر خوتي يو الكرابا خو جماعة سيبليوهم بالزاد أرواح شفالها كي اليوم بي يا خا والله يا جماعة غير الدمعة راح تطيح ليا رجع ديرك ليا ما تصر للتسعينات خو القرابة هذا باش تسلقوا به جماعة يو ليك يا دلالي هذاك نعيط لانا ديديكاس لجميع واحد دا يبغي الزلدة خوتي كي نقول لكم افضل لعبة والله غير افضل لعبة واش كنت مع الاول واش خصني يا خوتي باش نجيبو 100% كاين واحد العفايس تحت الارض لي كونيسر انا نحكي مع العباد اللي يعرفوا
وباش ديتيكتيوهم خاوتي كان لازم فيبرر هذاك اللي تبلاصا هنا في المانيطا باسكو هي مانيطا 60 كان فيهاش فيبرر يتباع وحده. كي شغل بداو تدورو في العالم هكذا من بعد تحسو هاد فيبري تسماك لازم تحفرو من التحت. قلتي لها من الفوق خاوتي شتوها عطاتني ايوا خدعتني عباكم بلي هذا قسما بالله غير كاباب دوك نلعبو عادي كاع عادي جدا كاباب نعاود نلعبو في هاد 60 اونفا ماشي في هادي خاوتي في الست هادي في الكحله في موسيقى تاعو كل الشباب فيه كلش خاوتي كلش وشو غرافيز بخاوتي هذه المنافسه تاع البلاي جماعة الارض مع حتى على هذا نحبس يا خو نقولها ونعاودها بكل افتخار افضل لعبه في التاريخ من الاخر خاوتي هذا اللي ما عرفتوش جماعه والفت خاوتي شغل ريفلكس لا غالب جيدو هذا دوك نتيستيوه إنيكس تحشتو بكري خاوتي حط الكاسيطه تقلع في الجو ديالك ما كان ني لودينغ ني لودينغ ني انستالي ني والو البليكات بداو لنا في هاد التمسخين بصح واش راح نفهم انا في اليابانيه خاوتي يعني نعبز وخلاص عاود نرجع كاع واقيل عاود نرجع خاوتي عبزو هادي شنو هادا خالوطا خاوتي ما تكبرش بيا خاوتي والو باليابانيه انا زاف باليابانيه انا وين جات الخير والله الحمد لله ما شاء الله راني ميت بالساعه داك الشيء هذا الكونسول باسكو خاوتي من بكري وانا نحلم بها الفيرسيون جولد هذه ما كنتش متوقع ما كنتش متوقع كاع نكسبها ولا في الاحلام ولكن الحمد لله رزق على ربي خاوتي الواحد دائما لازم شغل كيما يقول لك يغاردي لي سبور خاوتي يغاردي لي سبور ان شاء الله جميع واحد يتفرج في هذا الفيديو ومتمني كاش كونسول ان شاء الله ربي يرزقه بوحده المهم جماعة الخير نعاود نشكر بزاف خونا سنيك اللي باع لي هذا الكونسول كيما قلت لكم الرابط تاع الفيسبوك تاعو من تحت في الديسكريبشن وانا بقالي غير نقول لكم عاودوا تلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله تهلاو في روحتكم بيس